سجلت منافسات البطولة العربية للمواي تاي انطلاقة مميزة في يومها الأول الذي أقيم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك، وتشهد نسخة العاصمة أبوظبي تنافساً مثيراً بين 170 لاعباً ولاعبة قدموا من 17 بلداً عربياً. وشهد اليوم الأول منافسات تأهيلية عكست تطور مستوى رياضة المواي تاي في البلدان العربية. وإلى جانب المنافسات انطلقت أعمال الدورة التدريبية لمدربي ومدربات اللعبة من كافة الاتحادات العربية المشاركة تحت إشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي. واصل شباب الأهلي تربعه على عرش صدارة دوري أدنوك للمحترفين بعد أن عاد بالفوز من ميدان اتحاد كلبا بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 18 من المسابقة، ورفع الفرسان رصيدهم ليصل ل 39 نقطة بالمركز الأول، فيما توقف رصيد اتحاد كلبا عند النقطة 24. وعاد عجمان إلى التألق وخطف فوزا ثمينا من ميدان مستضيفه بنياس بثلاثة أهداف مقابل 2. وقال الفريق البرتغالي كل ما لديه خلال مجريات أحداث الشوط الأول عندما تقدم بثلاثية سجلها المغربي وليد أزارو والتونسي فراس بالعربي الذي أمضى على الهدفين الثانية والثالث. وتبدل الحال في الشوط الثاني بعد صحوة بنياس التي أثمرت هدفي تقليص الفارق وسجلهما سايلي وأوبانجيت، وبفوزه ارتقى عجمان مؤقتا للمركز السادس برصيد 32 نقطة، فيما أبقت الهزيمة التاسعة هذا الموسم بنياس في الترتيب العاشر ب 19 نقطة.